إلى ملفنا الثاني، حيث أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية الاستنفار العام في صفوف الشرطة بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين فجر اليوم من سجن جلبوع القريب من منطقة بيسان عبر نفق حفروه أسفل السجن. ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن تقديرات للشرطة أن 2 من 6 الفارين توجهوا إلى الأردن، في حين توجه 4 الباقون إلى جنين. وكشفت الهيئة أن التحقيق الأولي أظهر أن حفر النفق استغرق العمل به نحو عام كامل، ويقدر طوله ب25 مترا. من حفرة صغيرة 6 أسرى فلسطينيين تجاوزوا جدار هذا السجن جلبوع، أحد السجون الأكثر تحصينا، حتى إنه وصف إسرائيليا بالخزنة. نجحت سواعد الستة باختراقه، من بينهم 3 أسرى حاولوا الهرب من السجن نفسه قبل 7 أعوام لكنهم لم ينجحوا. شديد الحصانة، كثير عليه تشديدات قوية جدا، أمنية مشددة، حراسة على مدار الساعة. يعني أنا أتذكر كل ساعة لازم شرط السجن يمر ويطلع علينا من باب الغرفة. تشديدات أمنية وأعمال بحث متواصلة تشارك فيها الشرطة والجيش والشباك، الخشية من نجاح الأسرى في الوصول إلى جنين أو الأردن. في إسرائيل لا يتحدثون عن نفق حفر بالكامل، بل عن فراغ في أساسات السجن قاد الأسرى بعد حفر محدود إلى الخارج. سأقول بحذر إنه من الفحص الأولي يتبين أنه لم يكن هناك حفر، إنما بلاطة كانت تغطي هذا الفراغ، رفعت من مكانها. هناك فراغ فوق أعمدة الأساس في هذا السجن. بعد نجاح عملية الخروج، نقلت مصلحة السجون الإسرائيلية ما لا يقل عن 90 أسيرا من سجن جلبوع إلى سجون أخرى، وذلك خوفا من وجود وسائل هرب أخرى من سجن وصف يوما بالخزنة، لكنه لم يعد كذلك. أمام التحقيق الإسرائيلي أسئلة كثيرة للإجابة عليها، أهمها كيف حفروا وخرجوا وذهبوا بعيدا دون أن ترصدهم المنظومة الأمنية المحصنة. أما خارج السجن فهناك استنفار أمني من جميع الأجهزة بحثا عن الأسرى 6. أحمد جردات، العربي، من أمام سجن جلبوع، غربية بيسان. حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من تداعيات أي محاولة لاغتيال الأسرى الفارين من سجن جلبوع. وقال عضو المكتب السياسي في الحركة خالد البطش خلال مسيرة حاشدة نظمتها الجهاد وسط غزة، إن خيارات الشعب الفلسطيني وفصائله ستبقى دائما هي مقاتلة الاحتلال والاستمرار بمشروع الجهاد والمقاومة وفق تعبيره. من جهته قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي إن تمكن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من انتزاع حريتهم رغم كل الإجراءات والتعقيدات الأمنية عمل بطولي شجاع وانتصار لإرادة وعزيمة الأسرى. تمكن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتزاع حريتهم وحقهم رغم كل الإجراءات والتعقيدات الأمنية الصهيونية، هذا عمل بطولي وشجاع وانتصار لإرادة وعزيمة أسرانا الأبطال، وتحدي حقيقي للمنظومة الأمنية الصهيونية التي يتباهى الاحتلال بها بأنها الأفضل في العالم. من بين الأسرى الفارين أسير ينتمي لحركة فتح والبقية ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، أحدهم حاول الهرب بذات الطريقة سابقا.
للمزيد من المتابعة بالتحليل ينضم إلينا من اسطنبول عدنان أبو عامر الأكاديمي والباحث في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد عدنان. كتبت مقالة تحت عنوان الخلاص من جلبوع، هكذا أفلت المعتقلون من سجون الاحتلال. سجن الخزنة كما تسميه إسرائيل العصي انكسر الآن. برأيك هل نستطيع القول بأن فكرة الأمن الإسرائيلي التي دائما تروج لنفسها بأنها من الأهم والأقوى في العالم انكسرت أيضا بهذه العملية؟ وكيف ستعوض هذه السقطة في حقها؟ مساء الخير والسادة المشاهدين. أهلا بك. لا شك أننا أمام عملية ميدانية عز نظيرها وقاسية وكبيرة، والإسرائيليون الآن عندهم كما يقولون إخفاق رباع الأضلاع. الضلع الأول هو الإخفاق الأمني والاستخباري في عدم حصول الأمن الإسرائيلي على معلومات من داخل السجن، خاصة مصحف السجون، ونحن نعلم أن السجون كلها فيه كاميرات تصوير على مدار الساعة وأجهزة التجسس. الضلع الثاني في الإخفاق إخفاق عملياتي إداري ميداني، السجانون على مدار الساعة يفتشون الزنازين والأقسام والغرف على مدار الساعة وعدم قدرتهم على العثور على أداء أو على دليل مسبق لهذه العملية. الإخفاق الثالث العسكري، وأن خروج الأسرى من تحت الأرض وقطاع أشواط طويلة من السير الميداني، عدم قدرة الجيش المحيط بسجن على الإحاطة بهم وعلى اعتقالهم. والأخطر من ذلك إخفاق سياسي. الحكومة الإسرائيلية في هذه الحالة تعيش هزة أرضية ثقيلة العيار بترددات قد لا يعلم أحد مداها في الأيام القادمة، في قدرة 6 أسرى دفعة واحدة في الخروج من أخطر سجن إسرائيلي جلبوع، الذي كما قلت قبل قليل يسمى الخزنة ويحتفظ بكبار أسرى الفلسطينيين والقيادة الاعتقالية. بالتأكيد هذا الإخفاق اليوم للإسرائيليين وهذا الإنجاز للأسرى الفلسطينيين يعد علامة فارقة وضرب في منظومة الردع الأمنية الإسرائيلية وطرح من جديد لموضوع الأسرى على الطاولة الذي تحاول إسرائيل إخفاله دائما والاحتفاظ به خلف القضبان. سيد عدنان، السلطات الإسرائيلية تحاول التقليل كما تابعنا في التقرير قبل قليل من المتحدثين من هذا السجن، تحاول التقليل من شأن وأهمية هذه العملية، وأيضا تحاول يعني منع أن يتم تداول الموضوع بشكل كبير في الإعلام، تحاول ترويج فكرة بأن هناك كان حفرة في الأساس وبأن فقط بلاطة كانت هي فوق هذه الحفرة. السؤال هنا بالنسبة لإسرائيل، هل ما هو الأفضل لها لتروجه؟ أن تقول بأن السجن بالأساس فيه ثغرات وبالتالي يعني هو هناك ثغرة في الأمن من الأساس، أم أن الأسرى استطاعوا اختراق السجن واختراق كل الأمن الإسرائيلي في سجن الخزنة كما تسميه؟ شوفي رولا، هو الآن عندنا مثل عربي يقول أن النجاح آباؤه كثر، أما الفشل فليس له أب. ولذلك أن حالة الفشل الموجودة حاليا تحاول إدارة السجون تصدير الفشل من ذاتها إلى إدارة البناء، إلى المقاولين، إلى المهندسين الذين أشرفوا على بناء السجن، وبالتالي رفع عن نفسه هذا. لكن اليوم صباح اليوم هناك كانت اتهامات قاسية لمدير السجون أنه عديم الخبرة وليس عنده تلك الخبرة الطويلة. نقطة ثانية، أن هذا الحفر أيا كان سواء كان أساسات أو نفق طويل المدى، نتكلم عن أدوات بدائية، نتكلم عن ملاعق استطاع الأسرى من خلالها حفر هذه الحفرة الطويلة. نتكلم رولا عن عملية قد تبدو إعجازية، عملية يعني هوليودية غير طبيعية، لكن هذا ما حصل. أين كميات الرمال التي حفرت في هذه الأرض؟ أين ذهبت؟ أين المتابعة اليومية للسجانين على مدار الساعة؟ كاميرات التصوير في كل غرف وزنازين وأقسام السجن على مدار الساعة؟ كل هذه الإخفاقات أين كان الأمن الإسرائيلي؟ محاولة التقليل من الإنجاز الكبير حق أسرى الفلسطينيون من جهة، ومحاولة تخفيض رفع سقف الأمن الفلسطيني بالتأكيد تجعل إسرائيل في حالة حيرة حقيقية. والآن وزارة الأمن الداخلي، مدير مساحة السجون، وزير الأمن الإسرائيلي، كلهم في حالة تبادل اتهامات عما حصل، خاصة وأن بعض الأسرى الفلسطينيين الذين استمكنوا من الخروج لديهم سوابق سابقة في محاولة الإفلات من السجن. إذن كان بإمكان السجن أن يتوقع تجدد المحاولة، ولكن مع ذلك فشلت إدارة السجون في تعقب أو محاولة ترقب هذه المحاولة الجديدة اليوم. لدينا الآن نقطتان فيما يتعلق بهذا الموضوع. النقطة الأولى هو تحذير الفصائل الفلسطينية من أن يكون هناك محاولة لعملية انتقامية ومحاولة اغتيال للأسرى الفارين. برأيك هل قد تلجأ إسرائيل لهذه الخطوة للتغطية على يعني هذا الفشل الذي قامت به؟ والنقطة الثانية هي موضوع الداخلي إسرائيلي، وخاصة بأن هذه الحكومة كما يصفها مراقبون بأنها لا تقف على أرضية صلبة بحكم تركيبتها، كيف سيتم استغلال هذا الحدث ضدها؟
لا يخفى على حضرتك رولا والسادة المشاهدين أن الآن الضفة الغربية كلها وخاصة شمال الضفة الغربية يعني يعوج بآلاف الجنود الإسرائيليين، وحدات قتالية جديدة، جهاز الأمن العام الشباك ينشر مجموعاته وجواسيسه على مدار الساعة في محاولة تعقب آثار الأسرى. هناك جهود إسرائيلية منقطع النظير الآن في هذه اللحظات والتعاون مع أجهزة أمنية أخرى في محاولة لإلقاء القبض على الأسرى خشية الخروج من الأراضي الفلسطينية باتجاه دول مجاورة. هذا من جهة. إذا تمكن الإسرائيليون من إلقاء القبض أو اعتقال مجدد للأسرى بالتأكيد يحاول أن يعيد نوع من الصورة الوضعية للأمن الإسرائيلي بعد أن يعني كشف ظهرها في هذه الساعات الماضية. من جهة ثانية ليس هناك معلومات مؤكدة عن مدى عن السبيل الذي ذهبه الأسرى والخطوة أو المسار الاتجاه ذهبه اتجاه الأسرى، لكن على الصعيد الأمني الميداني بالتأكيد هناك جهود كبيرة جدا في محاولة لإلقاء القبض عليهم وإعادتهم إلى السجن. في نفس الوقت هذه الحكومة الآن صفعتان متتاليتان خلال أسبوع واحد، الأسبوع الماضي في قطاع غزة حين استطاع مسلح فلسطيني إطلاق النار على جندي مسافة صفر وقتله بعد أيام قليلة في وضح النهار، واليوم أسرى فلسطيني يخرجون من داخل السجن الإسرائيلي في وضح النهار دون أن يتم إلقاء القبض عليهم. هذا بالتأكيد يصيب الحكومة الإسرائيلية المهتزة أساسا المرتعشة من الأساس وليس لديها أرضية صلبة إلى مزيد من التصدعات الأمنية الداخلية، ومنح المعارضة الإسرائيلية فرصة كبيرة للانقضاض عليها واتهام بأنها حكومة غير قادرة على حفظ الأمن الإسرائيلي. لذلك قد نشهد ذهاب الإسرائيليين الحكومة إلى محاولة لترميم صورة الردع الحالية، لكن ليس لديها تلك الأوراق الكبيرة في محاولة بعد أن تم توجيه اتهامات كبيرة منذ صباح اليوم لهذه المنظومة الأمنية وخاصة مصلحة السجون في عدم القدرة على وقف أو إحباط هذه المحاولة الميدانية للأسرى الفلسطينيين. شكرا لك من اسطنبول عدنان أبو عامر الأكاديمي والباحث في الشؤون الإسرائيلية على هذه المشاركة معنا.